سيداتي وسادتي أحبائي في كل مكان، مرحبا بكم معنا في هذه الأجواء الكبيرة. طبعا الكل يترقب معنا هذا النهائي الرائع في هذا الحضور الجماهيري. يا إلهي على الأجواء، يا إلهي على هذا الحضور، يا إلهي على هذا الكم من النجوم، على مباراة 90 دقيقة نترقبها جميعا من أجل مشاهدة ممتعة ومن أجل كتابة تاريخ لكلا الفريقين. الفريق الفائز هذا اليوم سيعيش ليلة تاريخية وجماهيرة لن تنام وستحتفل طويلا. نسمع وإياكم الآن إلى النشيد الوطني لقطر. النشيد الوطني للفريق الآخر. إنها اللحظة المرتقبة إذن، اليوم الكبير، النجوم، الأسماء، والبحث عن مجد جديد، عن بطولة. هذا النهائي الكبير الكل يترقب معنا مباراة بالتأكيد هي حديث الإعلام، حديث الصحافة، حديث الناس أمام هذا الكم من المشجعين. فيصل سيف، عزيز حاتم، أكرم عفيف، تمريرة قوية أكثر من اللازم، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. عبد العزيز حاتم، كريم مضيف، يحاول عبد العزيز حاتم، يحاول مرة أخرى، جول لقطر، وهذا هو الهدف الافتتاحي في اللقاء. الكرة توضع في أفضل مكان، حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. قطر هو صاحب الضربة الأولى، كرة طولية في المساحة الخالية، يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب، تسديدة، هدف عالمي. الكرة، ما هذا الجمال، ما هذا الإبداع، نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. أظهروا أنهم قادرين على الرد سريعا بعد التأخر. توقيت الهدف مهم جدا قبل أن تتأزم الأمور.
حصلوا على رمية جانبية. ضغط قوي وينجح في استعادتها. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يحاول فتح فيصل. مجهود رائع. كريم بوضيف يلعبها لمنطقة الخطر. إمكانية مرتدة الآن. كرة إلى الأمام. كرة طولية من الحارس. حسن هيدوس. احتكاك بدني كبير. التحام قوي بين اللاعبين هنا. حمزة الدردور. اللاعب يحاول مرور. ها هي التسديدة. الكرة الخطيرة. فيصل يتسبب في خطأ. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. يمر ويلعب كرة بينية. ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. كرة عرضية. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. معز علي. لعبة جميلة. تسديدة أجمل. كانت مراوغة رائعة جدا وفرصة كبيرة. دردور بالتأكيد أنه يندب حظه على ضيع هذه الكرة. لقد قام بعمل كبير لكنه للأسف لم يكتمل. تدخل جميل واعتراض أجمل. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. كريم بوضيف استحواذ وسيطر على الكرة لكن بدون فاعلية تذكر، بدون قدرة على الاختراق. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. يحاول أن يلعب كرة بينية. يلعب كرة ساقطة. أراد أن يلعب الكرة العالية لكنه لم ينجح في ذلك. الكرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. حمزة الدردور يلعب كرة بينية. فرصة سانحة للتسجيل. تصرف بشكل جيد. نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. كرة رأسية خطيرة. هدف أردني. استعاد التقدم بأسلوب غير عادي. بأسلوب ركنية بالمقاس بالضغط إلى داخل منطقة الجزاء وهو أنهى المهمة كما يجب. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد. أفقد الخصم التركيز التوازن. حمزة الدردور. دردور لمسة على اليسار ويعود بالكرة إلى الوراء. كريم بوضيف يبعد الكرة عن مناطقه. تسديدة في اتجاه المرمى وتمنعها العارضة.
الكرة كانت قريبة جدا على اعتاب المرمى تقريبا، ولكنها في الأخير ضاعت. بهذه الوضعية الآن بعد انطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول. تابعنا 45 دقيقة أيضا من نهائي حتى الآن. سنتابع المباراة الآن. كريم بوضيف يبحث عن المهاجم عبد العزيز حاتم، كرة العزالي، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يكتسبها الحكم، إنذار مستحق في رأيي. أكرم عفيف، فرصة مهمة للعب الكرة العرضية، سقوط داخل ال 18، هل أنها ركلة جزاء؟ الأردن في موقف صعب الآن بعد هذا القرار، كيف يتعاملون مع هذا الموقف الصعب جدا؟ سيلوم نفسه كثيرا على إضاعة هذه الكرة. يبعدونها. كريم بوضيف يحاول تمريرها من بين المدافعين. الكرة الأرضية إلى المنطقة. الكرة ملعوبة من مسافة. الآن فرصتهم للمرتدة. يلعب كرة على اليسار. عبد العزيز حاتم. تغيير لاعب على الأجناب. تحكم رائع في الكرة. الله، كرة جميلة استلمها اللاعب. الآن إمكانية المرتدة. يتلقى الكرة فيصل. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. عبد العزيز حاتم. هجمة مرتدة الآن. فاتت ومرت وصلت إليه. قد تكون هذه فرصتهم. كريم بوضيف يبحث عن المهاجم. حسن الهيدوس. هذه فرصة خطيرة، سننتظر. يتدخل بنجاح، يحصل على الكرة. الكرة ملعوبة إلى الأمام. وصلت إليه. لمسة بينية. مرت الفيصل. يا لها من كرة كادت أن تصبح في غاية الخطورة. يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. كرة من جهة اليمين. اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. اتجاه اللاعب على اليمين. عبد العزيز حاتم. وتأكل قوي. والآن فرصة للتحول للهجوم. حمزة الدردور يلعبها ببراءة. ينجح في أن يلعب كرة في صنع فرصة رائعة جدا.
قطر يقوم بتغييرات بالجملة هنا. يلعبها لمنطقة الخطر. الكرة للأمام. عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. مهارة كبيرة في الاستلام. عبد العزيز حاتم يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. كرة للمنطقة الأمامية. تلعب الكرة إلى الأمام. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كرة طولية إلى الأمام. يحاول تمريرها من بين المدافعين. تغييرات عديدة الآن. كبيرة تحسب للمدافعين. يلعبها طويلة. يقطع الكرة. عدت الكرة. المعز علي. الكرة في المرمى، يا سلام. قطر تعادلوا في النتيجة الآن. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. نلعب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وأصبحت النتيجة هي التعادل. ثانية يحاول أن يلعب كرة بينية. موجود إبعاد الكرة. يستعيد الكرة سريعا. يمر يلعب كرة بينية. أكرم عفيف. جول. روعة روعة روعة. يا سلام. يا له من نهاية. يا له من هدف قاتل. يا لها من لمسة رائعة. يا لها من كرة جميلة. هدف للتاريخ. هدف لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. يا لها من لحظات درامية مثيرة جدا في هذه المباراة. ماذا تخبين لنا أيتها الساحرة المستديرة؟ وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. وها هي اللحظة المنتظرة، التتويج. الأبطال في يوم كبير، الحصول على مجد جديد والفوز بهذه الكأس الغالية. الأبطال يحققون الكأس اليوم.